ما تعرف عليه الناس أن النشيد أو الغناء الهادف هو وسيلة من وسائل الترويح. الإنسان اللي يحب يرياح كذا يسمع النشيد ويروي عن نفسه، فكذلك الأذن تكون ذواقة ولذلك ترتاح. ولكن يجب أن نعلم كذلك أن للنشيد أمرا آخر، وهو وسيلة من وسائل التربية، التربية الروحية والأخلاقية. حينما نسمع مديح أصيل للنبي صلى الله عليه وسلم نزداد حبا وقربا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وحينما تسمع البردة وهي تنشد تلك القصائد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبك وقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النشيد هو وسيلة من وسائل التربية الأخلاقية، فكثير من أبنائنا ونحن كذلك نحن تربينا على هذه الأناشيد التي تغرس القيم الخلقية في نفوس أبناء، فتتحدث عن نشيد عن احترام الجار واحترام الأبي واحترام الأم واحترام البيئة، فيردد الأبناء هذه الأناشيد في المدارس القرآنية وفي المدارس الابتدائية فينشؤون على هذه القيم التي تعلموا. كذلك من نشيد يغرس القيم الوطنية، فحينما تسمع احنا نقوله الجزائر الرنة فقط تاع شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، ثم بعد ذلك يخاطب يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحا وخذ الخطب ولا تهب، مباشرا تقشعر تلك الفرائس وتنجذب مباشرة إلى تلك الكلمات التي تربطك بدينك وتربطك بوطنك. وكذلك ما كان يردده مجاهدون أطال الله في أعمارهم وشهداؤنا رحمهم الله، فبسبب تضحياتهم نحن نجلس في هذه الأرض الطيبة. حينما تسمع كلمة هذا النشيد الذي تربينا عليه من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا، هذه الكلمات التي تزرع فيك حب الوطني وتدفعك لأن تضحي بالغالي والرخيص من أجل الحفاظ على تربتي، كما ضحى آباؤنا وأجدادنا بدمائهم من أجل استقلاله، فكذلك يدفعنا نحن أن نضحي من أجل أن نحافظ على سيادته.